خمسة ديال الأسهم لازم ضروري ومؤكد ومجبر يكونوا في المحفظة ديال التداول ديالك في سنة 2021. إذا ما كنتش دايرهم خاصك تراجع نفسك. خليك معي في هذا الفيديو غادي نشرح لك كل شيء. السلام عليكم، معكم امير رمال، فيديو جديد في القناه ديالكم امير فلوغ. دايوغ ديك امير فلوغ ما بقاش كتبان ليا هي السم اللي خصنا نديرو، ان كندوي على الايكوميرس الفلوس الويب كدا، هادشي اللي كندوي عليه. خصني نبدل لك ديك السميه، شنو بان لكم في نظركم؟ المهم خليو لي اقتراحات ديالكم في لي كومونتير. كنحاول نهضر بشويه لان شحال محققه لي كنهضر بالزربه، وفعلا هذا مشكل عندي وكنحاول نخدم عليه. واني اشاك فوا تنطلق الكاميرا تنبدا ندوي بالزربه بحال اللي كنبغي غير نسرفي عليه. المهم غنحاول ندوي بشويه. قولوا لي كيفاش كان سميتو الالقاء ديالي في هاد لا فيديو، واش مزيان ولا لا؟ ديما كندوي الصراحه على لا بورس على التريدينغ وكلشي كامل، ولكن عمري ما بينت واحد الفرق ما بين جوج ديال لي تيرم تكنيك. هادو دومين هذا اللي كيطيحوا فيه بزاف منكم نتوما المشاهدين ديال هاد القناه، وبزاف ديال الناس باغيين يدخلوا لهاد الدومين هذا. دو تيرم تكنيك في هاد الدومين هذا اللي هو تريدين اند انفستمنت، لو تريدينغ تداول والاستثمار لانفيستيسمون. الوغ شنو هو الفرق بيناتهم؟ وقف دير بلاي ستوب لهاد لا فيديو هادي، بوز وكتب لي في الكومونتير قبل ما تشوف لا فيديو شنو الفرق بيناتهم. دابا درتي كومونتير ورجعتي للفيديو غادي نفسر لك الفرق. التداول كيتقال على الناس اللي كيتداولوا، يعني شي حاجه متداوله يتداول بها المدى القريب او المدى المتوسط، يعني غدا بعد غدا السيمانه الجايه الشهر الجاي ماكسيموم، ما كنطولوش في هذا الشيء. هذا هو تريدينغ. يعني مثلا نعطيك مثال، انا غنوض نشري صفقه ديال امازون مثلا، وغادي نشوف جاني شي خبر، جاتني شي نيوز كو غدا بعد غدا غادي يخرجوا شي برودكت جديد، شي سيرفيس جديد، وغادي يترفع السهم ديالو. يعني غنسيد ديك اليومين ومورا غنصدق الارباح ديالي ونخرج الارباح ديالي في الاخر ديال كل شهر كنعيش بهم. هذا هو التداول. بيان سور هادشي ممكن يدير بزاف لي مارشي فينانسي، غير بديت كنزرب عاود بشويه. بيان سور هادشي كيدير بزاف لي مارشي فينانسي، سواء في لي اكسيون، سواء في الفوركس، لي مارشي دوفيز، الكريبتو موني، الميتلز، يعني الجولد وداكشي السيلفر وداك التخابير كامل. هذا هو الاول، هذا هو تريدين. الوغ بالنسبه للانفستمنت، للانفستيسمون او للاستثمار، هذا كيدار في المدى البعيد. الا كنتي غتشري هاد الصفقات او غتحل تشري هاد الاسهم، سمحوا لي، الا كنتي غتشري هاد الاسهم اللي غادي ندوي عليهم في هاد الفيديو هادي، خاص تعرف ان خاصك تخليهم المدى البعيد. يعني بلاص ما غتخلي فلوسك مثلا في ان كونت ديبارن او واحد الحساب اللي ما تيتحركش فيه، كتخليهم في ان كونت مثلا دانفستيسمون في لابورس مع لابونك ديالك. ودايوغ لا فيديو بروشين غادي نهضرو على هاد المنصات اللي خاصكم تحلو فيهم هاد لي كونت دانفستيسمون اللي تكونو سيغ وما فيهمش لي زيفي دو لوفي. هادشي غندخلو عليه اون ديتاي. المهم خليو لي في لي كومونتير واش تبغيني ندير فيديو مخصص على هادشي باش تفهمو كلشي مزيان اون ديتاي، وما غاديش يكون فيه لو ريسك. نرجعو للموضوع ديالنا. دونك قلت لكم هاد الاسهم هادو تيخصهم يلقاو على المدى البعيد، يعني ماشي غتحلهم غدا ولا السيمانه الجايه وغتجي من بعد تقول لي خاصني نسد درت فيها 2% خاصني شي خاص لاكسيون تبقى، يعني المينيموم دير في بالك غادي تخليها لواحد 10 سنين هي القليله. غير بيان سور لا غادي توقع شي كريز اولا سمعتي بان الشركه غادي دير فايت اولا يعني خفتي على فلوسك ديك الساعات من حقك تخرج. غادي ني طونك الشركه غاديه مزيان، كاع لي رابور انويال ديالها ولا تريمستريال اولا سيمستريال غاديين مزيانين، ما عندك علاش تخرج فلوسك. هادي من جهه. دونك هذا هو الفرق ما بين التداول والاستثمار. نتمنى تكون جبتوا الجواب، زعما كان عندكم الجواب صحيح اولا حتى انا كنغلط تكونوا فهمتوا المغالطه اللي كانت واقع بيناتهم. طيب هاد لا فيديو من بعد هاد لا فيديو هادي غادي يحاولوا يكونوا مواضيع اللي متقاربين معها باش تحاولوا نكملوا نفس السيري وتفهموا كلشي. يعني قبل الانفستيسمون خاصكم تعرفوا بان الانسان، دابا الانسان كيجي تيتلاح التداول، كيجي تيبغي انفيستي، تبغي ندير الفوركس، تبغي ندير هادي. وابا من التداول ولا الانفستيسمون سي ان بروسيس، ما يمكنلكش تجي وتلاح. في فيديو ان شاء الله اللي مور هذه واللي مور الماجيه غادي نهضر لكم على لي تيب دو كونط بانكير اللي خاصهم يكونوا عندكم قبل ما تلاح التداول. حساب ديال الطوارئ، حساب ديال الادخار، عاد كيجي حساب ديال الاستثمار. وهذا توت ان بروسيس غادي نهضروا عليه ان شاء الله في فيديو الماجيه الا بغيتو. دونك خليو لي في الاراء ديالكم باش ندوي على هذا الموضوع هذا. المهم دابا نشوفوا اشهم اللي خاصهم يكونوا عندكم في المحفظه ديالكم هاد السنه 2021، واليوم في المحفظه ديالي ديجا. وليني قبل ما ندوزو ليهم، هاد لا فيديو اللي سبونسوريزي بار لو جروب اي اي لو جروب ديال لي سينيو رويال روم، فيهم توصيات في ستوك ماركت، يعني غير في لي زاكسيون. وهذا هاد لو جروب هذا في العالم بوحدو اللي كيدير صراحه هادشي ديال لي زاكسيون، ما غتلقاوش بحال داكشي اللي كيدير ديال الفوركس التخربيق. زعما اللي بغى فريمون ينجح في هادشي ديال التريدينغ، لي زاكسيون ما كاين ما احسن من هاد لو مارشي سي سور. لاكسيون ديورا باش تبقى طالع الفوق ماشي باش تهبط لتحت. اون جينيرال لو جروب ما تيدير حتى شي بيرت الشهر كامل. ممكن تشوفوا البيرفورمانس ديالهم في الجروب تيليجرام، غادي تلقاو اللينك في صندوق الوصف، تدخلوا شوفوهم، هضروا مع الادمين ديالهم، غادي سولوه جاوبوه الا كنتو باغيين شي حاجه تعرفوها. اي دابا ندوزو المعقول
اسهم ديالنا اشنو هما. غادي نوريكم هنا ولا هنا البورتفوليو ديالي المحفظه ديالي شنو فيها. راه متكونه من بزاف ديال الاسهم صراحه، ولكن غنخلي لكم غير الاسهم اللي مخليهم لون تيرم. عندي شي واحد اخرين مخليهم هذوك كنتداول بهم يعني غير المدى القريب، اون فوا دخل فيهم في الربح كنسدهم. مي هادو مستثمر فيهم بيان سور. غتقول لي الى منصه هذه منصه ايتورو، وغندير لكم فيديو اخرى ان شاء الله على حسب الطلب ديالكم على المنصات اللي ممكن تانفيسيو فيها والثقه وعلاش الفرق بين كل وحده والمزايا ديالها. خاصك تعرف ابون ما تلونصا في هادشي، سي كو ما يمكنلكش تلقى في منصه وحده كلشي كلشي. انا نعطيكم واحد الديتاي من مثلا قبل ما ندير لكم فيديو الماجيه. مثلا ايتورو انا صراحه كنت بديت فيها في الاول، ولكني خرجت منها لان لقيت ما حسن، ولكني عندهم هاد السيرفيس هذا زوين ديال ديال الستوك. علاش؟ لان سي سون كوميسيون، ما كتخلص عليه لا سواب لا كوميسيون لا حتى زفته. يعني كتشري لاكسيون كطيح عليك فابور، ويعني بشرط انك دير افي دو لوفي ديال واحد، يعني بحال اللي كتشري اون اكسيون غيال، يعني مثلا واخا توصل لزيرو كتبقى عندك لاكسيون محلوله، كاين لا افي دو لوفي لا كتمرجن لا حتى شي حاجه. هذا هو لا سول ديفيرونس. المهم كما قلت لكم، الا كنتو باغيين ديتاي اكثر على المنصات اللي كنستعمل خليو لي في لي كومونتير. يعني شحال قلت لكم خليو في لي كومونتير في هذا الفيديو، هذه راه بزاف طولت عليكم. المهم خليو في لي كومونتير، غادي ندير لكم فيديو على هذا الشيء اون ديتاي. دونك كما قلت لكم كاين صفقات اللي كتداول بهم، وكاين صفقات اللي مستثمروا تخليهم المدى البعيد. ولي غنهضروا اليوم هما ديال المدى البعيد. راه عندكم خمسة صفقات كما كتشوف هنا في الاكرون، عندك ابل، فيسبوك، امازون، نتفليكس وتسلا، هي الخمسة. راه كيفاش جيت واختاريت وحده بوحده؟ يعني ماشي غير الله، ماشي بالثمن، ماشي بهذا. راه ما غنقولكش انا تي خاصك دير بحالي وهادشي اللي خاصك تمشي تسري وها بشحال خاصك تسريه واسيتيرا. لا، انا نقولك علاش خساريت هادشي، وتنتا كيفاش تمشي تختار يعني لي زاكسيون اللي غادي يقدو يوالموك اللي غادي يعجبوك. اول حاجه شوف، الا ما كانش عندك احساس اولا فينك بينك وبين الشركه اللي غادي تسري الاسهم ديالها واللي غتصبر معاها، لان عرفتي علاش؟ لان دابا عام عامين ملي غتشوف الشركه مثلا كتخسر الا ما كنتيش تايق فيها غادي تبانيكي وغادي تمشي تصفقه وغتخرج بداكشي اللي بقى لك. يعني الاحساس والفينينغ مع ديك الشركه مهم بزاف. خاص تكون تايق فيها، تايق في المشروع ديالها، تايق داكشي اللي غادي توصل عاد تدخلها. ثاني حاجه خاصك تتبع لي رابور انويال بالعربيه، تقول التقارير السنويه اولا لي رابور تريمستريال سيمستريال، يعني ديال 3 شهور 6 شهور وديال العام. هادو خاصك تتبعهم دائما باش كتعرف واش شركه كتخسر فلوس كتحرك الفلوس اولا كتربح، ماشي كتخرج اكثر من كتدخل. ثاني حاجه لي نيوز، لي نيوز شي حاجه سهله بزاف، وهذا اللي كيعجبني في الدومين ديال لي زاكسيون. كتعرف بان مثلا هاد الشركه كل عام كتخرج تليفون، مثلا ابل ولا سامسونج كل عام كتخرج تليفون جديد، ايباد جديد، تخربيق جديد. هادشي تيخلي الشركه كتضاعف من الارباح ديالها، لان الانسان كيمشي تيكونسومي كيمشي كيشري. يعني ماشي مثلا كتلقى شركه خمس سنين هي هادي ما عمرها درت انوفاسيون، ما عمرها نجات، ما عمرها دارت، فهمتيني؟ هادشي اللي خاصها دير. بحال الطوموبيلات، شركه الطوموبيلات مثلا تسلا، لان كتنتج دي طوموبيلات اللي خارقه للعاده، الطوموبيل كتسوق بوحدها فيها دي زوبسيون اللي ما كاينينش ايتترا. حتى مثلا سي او ديالها اللي هو ايلون ماسك تيخرج ديما بسميتو دي نيوز اللي تيخليو ديك الشركه كتزيد السهم ديالها كيطلع. وحاجه مهمه المستثمرين كيتوقوا فيها، اللي كيرجع لو بوين الاساسي والاولاني اللي هضرنا عليه. شيري عطيني 5 مينيت قربت نسالي. لا صوتك تسمع، هادشي راه دايز في الكاميرا. هادشي هذا مهم، لان تيخليك تثق ملي كتشوف السي او ديالك كيهضر تيهضر وتايق في المنتوج ديالو في الشركه ديالو، حتى المستثمرين كيتيقوا اكثر وتي انفيستيو اكثر. هادو هما الحوايج اللي كنتبعهم انا. يعني ماشي كنجيو ندخل في الشركه كتقول احقا هادي راه دايره غير 20 دولار ومشري منها شي 200 دولار، عندي واحد 20 سهم مزيانه غيبقاو لي غادي توصل 100 دولار. ما داكشي ديال غير العفوي راه ما يمكنش تخدم فيه، ضروري دير اناليز موثوقه كيف ما قلت لك. هاد لي بوين كاملين اللي خاصك تجمعهم عاد دخلت تستثمر في الشركه اللي غتصبر معاها واحد كما قلت لك 20 30 سنه. انا من بعد هاد النقط كاملين خدمتهم وقريتهم ودرت عليهم دي ريشيرش، وعرفت بان هادو بالنسبه لي انا اسهم اللي نبغي نستثمر فيهم من دابا 10 سنين 50 30 عام ولا 20 عام واللي غنثق فيهم. مثلا نعطيك غير مثال، امازون اون بلان كريز دو كوفيد السهم ديالها تفرقع والارباح اللي داروا تفرقعوا، لان الناس ولاو كيتجهوا لهاد الاي كوميرس اكثر، ما بقاش لان الحوان تسدوا لي سوبر مارشي سدوا وكلشي ولا كيجري اونلاين. دونك خاصكم تفهموا هكا، حاولوا تحلوا الشركه كيفاش كتخدم. الا فهمتوا الطريقه باش كتخدم وباش كتربح الفلوس غادي تعرف فين اللي غتستثمر فيها واللي ما غتستثمرش فيها. سي سامبل، خاص تخدم على العقل ديالك الا اللوجيك ديالك. عندك مثلا نتفليكس، نتفليكس لو رابور تريمستري اللي عاد خرج ديرنييرمون كان بوزيتيف بزاف، كانوا قالوا ما عرفتش شحال ابوني تزاد عندهم غير في هذا العام ديال 2020 العام ديال كوفيد، لان لوجيك معاود الانسان بقى جالس غير في الدار، الانسان دخل الشوماج ما بقاش خدام ايتترا، كان تيخصو فين يتلف في الوقت، مشى كيتابوني في نتفليكس كيبقى متبع الافلام ديالو تما. وتا نتفليكس ملي شافت لا دوموند كثيره مشات كتخرج دي سيري جداد
جداد دي فيلم جداد اتسيتيرا. دونك سي تري تري سامبل، ما عندكش شي حاجه اللي شي مات تبقى تحسب، ما عندك، ما كاينش هادشي يعني ساهل. ما عرفتش صراحه جو سي بوز، نسيت كاينه زوم ما قلتهاش لكم. زوم مثال حي ورائع صراحه باش نقرب لكم الصوره ديال كيفاش تختار السهم اللي غاتانفيستي فيه. الوغ سيتي مع هادشي ديال الكوفيد اللي طرا، الناس ما بقاوش يقدروا يمشيو للخدمه ديالهم، وماشي كاع الشركات ناضوا كيجريو على بيرسونيل ديالهم. داو طريقه جديده باش يتواصلوا مع البيرسونيل ديالهم ويكملوا في الخدمه ديالهم، ما يحبسوش باش تبقى لاكتيفيتي كوميم خدامه. تيديروا دي ريونيون في لابليكاسيون ديال زوم اللي عارفينها كاملين، حتى في القرايه راه داروا هادشي. الوغ هاد زوم هادي ماشي فابور، كاين لي زاكسي بوبليك يعني لي غراتوي كدير فيها ديك 40 مينوت في النهار وغير في لا ريونيون، وكاين لي زاكسي بروفيسيونيل ديال الشركات اللي كيبغيو مثلا لا ريونيون تبقى 3 سوايع 4 سوايع كيغيو دي زابونمون. دونك راه سيدي الشركات ملي شافو كو لو بيرسونيل مابقاش مثلا في هادشي الكونفينمون، انا بليش كنزرب مثلا في الكونفينمون مابقاوش الناس كيقدو يمشيو للخدمه ديالهم، خايفين على راسهم صحتهم ايتترا. حتى الدوله وقفات هادشي كتحاول تشجع التيلي طرافاي اكثر. دونك الناس ولاو كيديروا لي ريونيون ديالهم في زوم، ولاو تيكونتاكتيو لي كوليك ديالهم في زوم. دونك بداو كيتخداو دي زابونمون بزاف، الناس تيخلصوا ايتترا، السهم ديال زوم طلع. دونك سي لوجيك، هكا خاصك تفكر علاش ديك الشركه غتي خصني انفيستي فيها، علاش علاش علاش، لان لو بوزوان اللي كتقدم غادي يبقى عايش من دابا واحد 20 30 سنه. هكا خاصك تفكر، يعني التحليل ساهل، هكا تقريبا كنحل الاسهم اللي كنفيستي فيهم، بيان سور لي رابور انيوال كنحاول نقراهم، نشوف لو دخلوا شنو خرجوا ايتترا، كنبقى ديما متبع لي نيوز. مي انا حاولت نخلص لكم هادشي كامل وعطيتكم فوالا لا ليست اللي انفيستي فيها. دونك زوم، نتفليكس، ابل، علي بابا حتى هي انفيستي فيها صراحه، فيسبوك وشي حاجه اخرى ما قلتها لكم في الاول بقيت عاقل. دونك هادشي اللي كاين، نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم و اللي باغي يتداول في لي زاكسيون كما قلت لكم راه كاين داك لو غروب تاع اي ا فريمون زوين بزاف، غادي يعجبكم. عطاو شويه الوقت باش تفهموا استراتيجي كيفاش خدامه وفيهم ارباح مزيانين بزاف. نسيت بالنسبه للناس اللي مهتمين بالتداول، راني حليت لكم قناه جديده غير بهادشي ديال كي تكنيك كيفاش تاناليزي المارشي، كيفاش تدخل، كيفاش تسري، كيفاش تبيع، هادشي كامل راه خليتها لكم لتحت صندوق الوصف، دخلوا تابوناو فيها. غير توصل ديك 1000 ابوني تقريبا ولا هذا غادي نبدا نلونسي لي فيديو ان شاء الله تما. ما تنساوش لعجبتكم لا فيديو ولايكيو كومونتيو بارطاجيو، ما حتاش نقول لكم هادشي، حتاجكم تشجعوني غير بالتفاعل ديالكم باش انا نتشجع. هادشي اللي كاين، على بروشين فيديو ان شاء الله اللي غتبقى في لو ميم دومين نفس ليزي. دونك خليو لي ريبلي كومونتير شنو بغيت نسبق لكم. هادشي اللي كاين ما تنساوش تبعوني انستغرام، هادي ما تدخلوش عليا انستغرام. يلا تشاو.